رصاصي اللي والحين فعالي لزين مراه هج مثل الاسد مثل بدن والورد شمالي لزين مراه هج مثل الاسد مثل بدن والورد تجدد الانطلاقات أيها الأخوة مشاهدين الكرام في هذا اليوم وفي هذا الميدان، وهذه الانطلاقة أمامكم انطلاقة الشوط الخامس، والشوط الخامس خاص أيضا بالإذاع البكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. انطلاقة موفقة وسليمة بإذن الله في هذا اليوم وفي هذا الميدان، ميدان الذهب، ميدان الهباب، ميدان العمالقة، ميدان السبق والأصايل، ما شاء الله تبارك الله. هناك نرحب بالمركز الأول مشاهدين الكرام، نرحب بالمركز الأول، نرحب بهذا الشعار اللي ماخذ المركز الأول اللي هي الشاهينية للسيد سعيد بن عبيد بضبيعة ماخذ المركز الأول مشاهدين الكرام. والمركز الثاني من الجنب الثاني هناك عندك يا سهيل يا بن مبارك يا بن مرخان اللي كاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان في التضمير. والمركز الثالث عندك حميد يا بن كعيب يا الفلاسي اللي هي واضحة ماخذ المركز الثالث. والمركز الرابع بنشوف المركز الرابع اللي قادمه هناك شعار بن رشيد اعتقد، هني المركز الرابع مشاهدين الكرام لعلي بن عبيد بن رشيد ماخذ المركز الرابع اللي هي للسيد مطار بن علي بن رشيد ماخذ المركز الرابع اللي هي ضبا. المركز الخامس خامس المراكز اللي هي الطيار للسيد حمد بن سالم بن سليم ماخذ المركز الخامس. والمركز السادس هناك عندك يا ابو راشد، عندك يا ابو راشد اللي هي من حافر السيد سعيد للسيد سعيد بن ناصر الهاشمي اللي ماخذ المركز السادس. والمركز السابع نقلتنا للمركز السادس السابع الاعزاء اللي ماخذ المركز الاول اللي غيرت وخذت المركز الاول مشاهدين الاعزاء اللي هي أرصاد أرصدت المركز الأول وأرصدت خط النهاية وأرصدت العزبة مني ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها الله يكفي عين الحاسد. هذه مشاهدين الكرام أرصاد للسيد سالم بن محمد بالضبيعة. يلا بنشوف هناك، يلا بنشوف يا أبو خليفة، يا أبو خليفة خلك مع أرصاد. المركز الثاني أصبح من نصيبها، المركز الثاني مشاهدين الكرام أصبح من نصيب اللي هي من حاف للسيد سعيد بن ناصر الهاشمي. يلا يا سعيد بن ناصر الهاشمي، يلا خلك مع ارصاد، خلك هناك مع ارصاد، هناك ارصاد قدام سالم بن محمد بضبيعه اللي هي ارصاد مشاهدينا الكرام. ولكن خلاص شوف منك وطالع وشوف، طالع وشوف خط النهايه 800 متر ما تبقى عن خط النهايه. وارصاد مشاهدينا الاعزاء ماخذ المركز الاول، وماخذ المركز الاول بكل قوه وبكل جداره. لكن تحركت اللي هي من حاف، تحركت اللي هي من حاف مشاهدينا الكرام للسيد سعيد بن ناصر الهاشمي، سعيد بن ناصر الهاشمي. ولكن 600 متر ما تبقى عن خط النهايه. الله 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 يا ما شاء الله ما شاء الله 500 متر ما تبقى عن خط النهايه. وهناك ايضا ارصاد ماخذ المركز الاول. تحركت من حاف منحاف وارصاد ومنحاف. الله 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 خلاص هناك ارصاد ومنحاف. حرك يا سلام وصل الهاشمي سعيد وصلت منحاف وصلت وخذت المركز الثاني. ولكن ارصاد ومنحاف مشاهدي الكرام. لكن هناك منحاف، تهانينا والناموس مشاهدي الكرام للسيد سعيد بن ناصر الهاشمي على فوز ارصاد بالمركز، منحاف بالمركز الاول. والمركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني هناك، المركز الثاني طيار لسيد حمد بن سالم بن سليم، والمركز الثالث للسيد لبن رشيد، هذه المركز الثالث لبن رشيد، والمركز الرابع لبن خصم، والمركز الخامس لبن الضبيعه، هذه الخمس لبن رشيد
للسيد سعيد بن عبيد. على العموم على كل حال شفتوا ايضا المنافسه بين ارصاد وبين من